حضرة السادة الأفاضل، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا المباشر والذي نبثه لحضراتكم عبر أثير قناة الحوار بريس. معنا أحد الشباب من إقليم سيدي بنور، عنده واحد الخلاف مع أحد الأطر الكبيرة في السلطات المحلية بسيدي بنور، اللي على اللسان ديالو دائما كيقول بأنه مشى لعنده وما بغاش يعطي حقه وتخاصم معاه وضربه بقرعة، وهذا الشاب هذا رفع به دعوى قضائيه. دائما على اللسان ديالو هذا كلامه وكلامه يلزمه. غادي نخليكم مع هذا الشاب هذا اللي غادي يعطينا القصه ديالو مع هذا الاطار الكبير اللي كاين في السلطات المحليه في اقليم سيدي بنور. غادي تقدم لنا النفس ديالك، السميه ديالك والكنيه ديالك، وغادي في نفس الوقت غادي تعطينا الصفه ديالك وتقول لنا اشنو واقع لك مع هذا الاطار. السلام عليكم خوتي المشاهد، معكم حسن خنصور، حسن خنصور من سيدي بنور. مشيت كنهضر على حقي في الباشاويه، الباشا استقبلني من الصباح حتى العشيه، استقبلني ما بغاش. ديالك دابين من الاول الحق ديالك شنو هو؟ حقي في السكن، كنسكن في قريه 29 عام ومجوج، عندي وليدات ومتعلق معاهم، مجوج يعني عندي مشاكل مع المدام، ولادي كنشوفهم ما عنديش معاهم مشاكل، وقال لي لا عندكم مشاكل ما مستافش ما طالعش كاع. كيديروا معايا حل، بدلوا لي الوثائق ديال القريه، ما بقاش باغي نسمع في لاكارت ناسيونال ولا في الوثائق اللي عندي. هي في جهز القرعه ما عرفتش واش انا مريح قدامه، وجا واحد الضابط. لا قبل ما نوصلوا للقرعه وقبل ما نوصلوا لهذا المسائل، انت مشيتي عنده، مشيتي في الاول مشيتي للبشويه انك تطلب حقك؟ طلب حقي. مشيت بزاف، قول مره مدانه، كان ديما كنمشي عنده، كنغب نهار وكنمشي عنده، ما كندير لا فوضى لا والو، كنطالب على حقي. كيقول لك هما ما كيقولوش كلمه لعيبه ديك الساعه، كيقول لك كون خير، يكون خير تنساليو مع هاد الناس وتبقاو اللي عندهم المشاكل هما الاخرين، انا نديرو معاهم خير. وما كاينش البيان، كيقول لك بحال معك شي بيان ما كاينش. فاش قلت لهم انا عطيني البيان بانه انا مستافد، ما يهز القرعه باشا وشير عليا اخر كلمه نهار ثلاث. مشيت عنده قلت له سعد الباشا يهز القرعه وشير عليك، دخلت عنده شاد النوبه من الصباح توصلت الثلاثه ديال العشيه، فاش استقبلنا كانوا دايرين استماع، فاش استقبلني دخلت رجعت عنده قال لي حسن خنصور حتى المره اخرى. اي داري بحال هكا، انا ما هضرتش معاه وديما ما عمرني هضرت معاه، ها كنجي كنوقف في ويسيتي تما الاخر عاود رجع عندي. كي الغد فاش كنجي كنلقى شي مسؤول اخر، شي هضرش معاه بحال هكا، قلت لك سير بحال دابا ما نساش خلي الناس يدخلوا، بحال انا ماشي باشر. قلت لي انا ما نعيش من كرسي، انا جيت عندك باش دير لي حل، تا في الوالد في جدنا في كل شيء كنحتارمك، دير لي جيت عندك باش تسمع صوتي وباش دير لي حل. جرني مخزني مورا قال لي خرجي برا، انا ما بغيتش نوض في الكرسي، جري الكرسي من ورايا، خرجني من وسطهم ويخلي موسم ويجرب بالجي. انا طحش ويلا دير عمليه انت اخويا، يلا دير عمليه في رمضان طحش، ما بقاش نسمو بلاصي، ريحت تما وقلت ما نخرج. هو استقبل دوك الناس كيهضر معاهم، ما بقاش كيهضر معايا انا، كيهضر معاهم بحال هكا، ما عرفتش قال كلمه انا جاوب. شوف انا جاوبت الكلمه ديالو ويقول يسكش، قلت له ما تقولش يسكش، انا طالب بحق ساعه الباشا ما تقولش يسكش. هي باش يهز القرعه، انا مش باش يهز القرعه، كنسمع في وجهي تصعط، انا ما حتمنضاش غيدير لي بحال هكا. هي قرعه تكون من السيطره وما غاتواعدنيش، هي اصلا ما واتتنيش، ما جرحاتني ما واتت، ولكن فاش خبطت في وجهي ما شعرتش شنو هي تخبط في وجهي. طحت تما وهز الضابط اللي جرني الكرسي، كان كيشرب واحد القرعه ويخوي لي على وجهي، قال لي جيب لي الصل، الصل ديال، قال لي ما تخويش جيب لي الصل، الصل ديال الماء خوي عليه. وكيضحك الباشا، كيضحك واحد الضحكه، كلهم بداو كيضحكوا ذوك الناس اللي معاه، دوك كيضحكوا والناس اللي شادين تما بحال عندهم مشاكل كيطلعوا عليا. ما رضيتش بهذاك الشيء، ما رضيتش، وانا ديابيتي كندق لها انسولين، كندق لها انسولين، ما رضيتش بهذاك الشيء. على ما هكا هضر معايا كلمه، هو قاري عليا واعي، يقول لي شي كلمه بساط يعني ديال السيد، غنبرد غنمشي بحال هكا، عيش كلمه غنمشي بحال هكا، هو قاري في الزمان. يعني تبرد بيموت امشي بحال هكا، هو القرعه صافي خلاني تيجي عيط لي البوليس، جاو البوليس ما داونيش صراحه مزيان، قال لي ديروا معاهم الحل، السيد كنعرفوا وديروا معاه الحل، ما قاصوني ما دووش معايا. صافي مشاو بحالاتهم، هو يجي القيد، القيد ديالنا حسن غدا غدوز عندي انا اللي غندير لك الحل. هذا القيد هو اللي زقني باش ندير الشهاده الطبيه، نسيت ما قلتش قبيله، قال لي غدوز عندي الباشا حتى وقت كنمشي عنده، يدوز عندي البيرو ديالي غدا وغيكون خير. قلت لي صافي حدات راسي وخرجت بحال هكا، قلت لي سعد القيد ندوز عندك غدا وانا كنحتارمكم كاملين. حدات راسي مشيت بحال هكا غدي مع الصباح، مشيت عنده البيرو جبد معايا، قال لي تشارك في الخدام، قلت لي انا كندير الصباغه وكان ودابا حاليا في عدد المشاكل دايره باركين، باركين في واحد البلاصه حدا في سيبر نور حدا وطيل. قال لي نصيبك فاج، قلت له انا ما جيتش عندك على فاج، انا ما باغي لا فاج لا والو، باغي حقي في السكن، حقي انا بحالي بحال الناس. صافي ما بقاش رد عليا، يعني هو معيط لي باش نمشي عنده باش حساب السكن، قال لي دورني الفاج، نصيبك فاج، انا اش غندير بالفاج؟ فاج زعما باش تولي خدام. ديال الباركين؟ ديال الباركين. قلت له ما عندي ما ندير بالباج، انا شفتكم السكر عطيتي لي السكر، ما عنديش انا الباركي، انا ديابيتيك وعندي صنعتي كندير السباغه كنخلي فين نخدم، انا الباركي اللي لابس الجيل عندي باني بيه،
باش ما نمارش ليدي وباش ما نديش بنادم رزق. هذا الشيء اللي كاين اخويا. بالنسبه لك رفعتي به شي لعبه ولا؟ رفعت به دعوه. دفعت للوكيل المالي ساق مني النائب ديالو دفعت عليه شم نهار الاربعاء بقى لي مشكل نهار الثلاث نهار الاربعاء مشيت دفعت ليه شي كاش انا ما رضيتش وانا غيدير لي بحال كوكو غنسكت غتجي مرا كبر مني انا عندي شي مشكل بحال راه غيدير لها نفس الطريقه يقدر يدفعها يقدر يضربها يقدر ينهزرها هذا الشيء اللي كاين ما انا جي فيا ماشي مشكل شفنا ناس وحدين اخرين اللي باقيين عندهم مشاكل كثر مني انا في سكن القريه مزوج عندي وليدات عندي بنيه وولد شحال من عام وانت كتسكن في هذيك البلاصه 29 عام دابا انا ساكن في هذا البيت ديالي 29 واش هذيك البلاصه اللي كنتي ساكن فيها انت واش كنتي كاري ولا ديالكم؟ لا ديالنا ديالنا ديال الوالده يعني مجموعين خوتي استافدوا عندي جوج خوت بوليدات مستافدوا انا ما استافدوا؟ انا ما استافدش علاش؟ ما فهمتش علاش القيد ما عرفش مقدم ديالنا ولد هذا الشيء كامل ما عرفش علاش ما استافدش عندي مشاكل مع ولاد هو قال بحال موقع عندك مشاكل مع ولاد ولكن عندي مع مادام عندي مشاكل ما فهمتش مع الولاد ولاد حقا متفارقين عندكم مشاكل ما تستافد حتى هي قلت لي معطي ولادي ديك الرزيق ديالي انا كتب ولادي في سميتهم هذوك وليدات ما تحرموش ما عنديش مشاكل مع ولادي كنشوفهم وقت اللي بغا يجي كيجي طلق المراه ولا هي طلقت راسها هي طلقت راسها صافي ديك الوليدات دابا كنشوفهم ما كاينش شي مشكل ما بين ولادي وقال لي عندك مشاكل انا لا ضعش ما يبقاش فيه الحال ولكن واش ولادي باقيين ملائكه في الدنيا ويضيعوا في رزقهم هذا الشيء اللي كاين اخو دابا شنو كطلب انت؟ كنطلب حق مال الانسان اللي مشى عنده باش ناخذ حقه وضربني وحقي في السكن ثاني بحالي بحال الناس هذا الشيء في حالة مثلا اللي استجبوا لك المطالب ديالك واش انت غادي تستمر في الدعوه ولا انت باغي تستمر في الدعوه ولا باغي ولا كطلب غير المطالب ديالك الخاصه؟ كنطلب المطالب الخاصه وصباح حتى كتشري ماشي راجل قانوني دار معايا بحال ما قدروني بقى راه شوف كلمات يقولوا لي دابا غير باش تكون واقعي دابا الدعوه اللي رفعتي به انت شنو المحتوى ديالها شنو كتقول فيها؟ كنقول فيها مع علاش ضربني بقرعه؟ علاش ضربني وانا ما قلت لي حتى كلمه لعيب وجيت يعني كنطالب بحقي؟ علاش ضربني اصلا بقرعه قدام الناس سم وكيضحكوا وكيضحكوا في الشقه فيا بحال كيضحكوا جيب لي شبانيو جيب لي خويا قال لي جيب لي شبانيو ديال الماء وخليه لي يعني واحد غير واحد القضيه واسمح لي باش نسولك لان حنايا ما حنا مع هذا الطرف ما حنا معاك ما حنا مع الطرف حنايا كنوصل الصوت ديالك الله يجزيكم بخير واش نتايا الوقت اللي شي لك السيد القرعه واش كانت يعني عندك شي اثبات يعني واش كان معك شي واحد كانوا الناس اللي عندهم مشاكل كيطلعوا في دور راسي في السلسله كيشوفوا كيطلعوا من الجاج كانوا الناس اللي بحال عندهم مشاكل كلهم هذوك الناس اللي كتوقف معاهم كلهم شافوني وهاد الشكايه هذه واش وافقتي انت بالشهود ولا ما مشاوش معاك؟ ما مشاوش معايا ما كتبش معايا هما ما قالوش يمشيش معاك انا اللي ما طربوش لي الشهود ماشي اشكال هما الشهود عندي الحمد لله غير هو هاد يعني هذا راه كلام شويه خطير كلامك يعني ملزمك اللي بغينا نقولوا المطلب الاخير ديالك شنو كطلب انت هذا؟ طب شنو نستافد بحالي بحال دوك الناس اللي تسكن في القريه اللي هما ما ساكنينش الشم في القريه وعندهم لاكارت على مدينه اخرى وجاو استافدوا شارينا تما وجاو استافدوا كاين الناس اللي ما مجوجينش اخويا انت الورق ديالك بكل شيء انت واستافدوا الملك ديالك كامل مكمول كامل مكمول ما عندهمش لاكارت وما مجوجينش واستافدوا اخويا وغيبقى فيك الحال انت غيبقى فيك الحال بلي كتشوف عندك وليدات وهذيك القريه تكرفصتي فيها وتخرج يعني كتحس بالظلم بيني وبينك غير باش تكونوا واقعيين بيني وبينك وقت اللي دخلتي نتايا هاد الباشا وش قال عليك هو بقرا على حساب الكلام ديالك ما حنا ما حاضرينش حنا غير كنوصلوا واش نتايا ما استفزيتيش مثلا قلتي لي شي كلمه اللي قلقاته ولا شي كلمه اللي خرجات على السيطره ديالو ولا شي حاجه قال لي اسكت هذيك الكلمه الاخر اللي شي شي قرا قال لي اسكت وقال لي المره الاولى والثانيه قلت لك اسكت بواحد الطريقه اللي فهمتي ما يقدرش يقول لك بواك قال لي واحد اسكت انا قلت له من حقي ما تقولش لي اسكت ساعه الباشا انا جيت عندك باش نقول لك باش نبوح نقول لك اللي كاين ولا قلت لي اسكت راه قلتي بحال قلتي موت هنا فين شي يرالي هذه هي الكلمة اللي قلت لي اسكت راه قلت لي موت واخا شكرا الله يجزيك بخير حضرة السادة الأفاضل كنتم معنا عبر قناة الحوار بريس مع هاد الحالة ديال هاد الشاب هذا ودائما داكشي اللي جا على اللسان ديالو هذا كلامه وكلامه يلزمه على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء